انظر كيف تعصيه من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. أهلا بكم من جديد، نعود إلى برنامجنا جبهات وتحليلات عسكرية، وينضم إلينا الناشط الإعلامي محمد الحميد من حمص. أهلا أخي محمد. أهلا بك أخي الكريم وجميع الأخوان المشاهدين. ماذا يجري في حمص بالنسبة للأحياء المؤيدة للنظام هناك بعد تلقيها عدة رشقات من قذائف الهاون وصواريخ الجراد؟ أخي الكريم، أصدرت الجبهة الإسلامية لواء الحق وكتاب الأنصار أصدروا عدة بيانات بالنسبة لاستهدافهم يوم أمس واليوم في الساعات الأولى لهذا اليوم، حيث قامت وحدة المدفعية لقصف تجمعات الشبيحة وقوات النظام في أحياء كرملوز والأرمن الموالية للنظام بعدد من صواريخ الجراد، كما تم استهداف قرية أم العمد الموالية للنظام أيضا من صواريخ الجراد، وكل هذا الاستهداف كان بهدف إصابة مراكز تجمعات الشبيحة في تلك المناطق التي أصبحت مراكزا للانطلاق باتجاه قتل أهل الأحياء الثائرة في مدينة حمص والأحياء المحاصرة. كما أصدرت الجبهة الإسلامية لواء الحق بيانا باسم كتائب الأنصار في ريف حمص الشرقي، قالوا فيه: نصرة لحمص الجريحة وتلبية لنداء إخواننا المرابطين في الحصار، قام أخوانكم في كتائب الأنصار بعملية النوعية من اليوم، تمكنوا من خلالها من قطع طريق حمص تدمر واستهداف 3 غازات ممتلئة بالشبيحة وتحقيق إصابات مباشرة فيها وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح. هذا نص البيان الذي أصدرته كتاب الأنصار، كما أصدروا أيضا بيانا استهدفوا فيه عدد من النقاط التي يتمركز فيها قوات النظام حول مدينة أو الأحياء المحاصرة. هذا بالنسبة لما يقوم به الجيش الحر. أما بالنسبة للأحياء الموالية فهي كما يردنا من أنباء وكما ينقل لنا بعض الناشطون الذين يستطيعون الدخول أو التعامل مع أهالي تلك الأحياء، فيصفون لنا ينقلون بالحرف الواحد حالة من الرعب الكبيرة التي يعيشها سكان هذه الأحياء، حالة من انهيار معنويات السكان في تلك الأحياء، يريدون التخلص من مراكز الشبيحة بين أحيائهم كي لا تقصف تلك المراكز والتي هي بمجاورهم. نعرف أنهم هم أشخاص يحبون الحياة فيخافون من صوت الرصاص فقط، فكيف إذا استهدفت مراكز الشبيحة التي تكون بجوارهم؟ فهؤلاء الأشخاص الذين كانوا في البداية يتبجحون بوجود مراكز لما يسمى تنظيم الدفاع الوطني الذي هو اسم مجمل للشبيحة، كانوا يتغنون بوجود هذه المراكز في أحيائهم، الآن هم يريدون خروج هذه المراكز من أحيائهم، يريدون أن يبتعد الشبيحة عن أحيائهم، يريدون أن تخرج من خارج أحيائهم. الأنباء الواردة من تلك الأحياء حالة رعب كبيرة يعيشها هؤلاء أخي محمد في تلك الأحياء، ولكن اليوم أمر مهم حدث وأمر خطير حدث اليوم، حيث قام الشبيحة باستهداف المصلين الخارجين من جامع بلال الحبشي الواقع على دوار 8 آذار بسيارة مفخخة أثناء خروج المصلين. أغلب المصلين الذين يصلون في هذا المسجد هم من سكان حي الشماس وحي المخيم الفلسطيني، يصلون في هذا المسجد الذي يقع على دوار 8 آذار. فجرت سيارة مفخخة في المصلين بعد خروجهم من المسجد ما أدى إلى مقتل، حتى الآن الإحصائية تتجاوز 15 شهيداً وعشرات المصابين. قامت صفحات النظام مباشرة بقلب الخبر وقالت أن ما استهدف المكان هو صاروخ، ولكن كل المعطيات وكل الصور حتى الصور التي قاموا هم بتصويرها تبين أن من استهدف المكان ليس صاروخ، لا يوجد أثر للصاروخ، لا يوجد مكان للصاروخ، وإنما هو استهداف بسيارة مفخخة انتقاما من استهداف البيت المقابل لمراكز الشبيحة في تلك الأحياء. عفوا أخي محمد، في ظل الحصار المفروض على حمص القديمة وحمص المحاصرة منذ سنتين، ما هي معنويات أخوتنا الثوار داخل حمص القديمة
والذين هم قالوا لن نسلم إلا على جثثنا. سيدي الكريم، نحن نتكلم عن صفة الصفة، نحن نتكلم عن مجاهدين يعني تمرسوا على الجهاد، أصبح الجهاد هو همهم، بالنسبة لهم الجهاد هو الشيء الذي يعيشون من أجله. فتجد من خلال مقاطع الفيديو التي يرسلها الناشطون من تلك الأحياء المعنويات العالية، الهمة العالية، الأصرار على الصمود، الإصرار على النصر، اليقين بنصر الذي سوف ينتصرونه، واليقين بأن النظام لن ينتصر عليهم وأنهم سوف ينتصرون وأنهم سوف يكونوا صامدين. هناك أنباء تفيد أن النظام يريد أن ينهي الأمر الآن بتوقيف إطلاق نار في الأحياء المحاصرة. النظام أدخل نفسه في شيء لم يكن يحسب له، كان يظن أن هناك المجاهدون في تلك الأحياء أن الجوع أنهاكهم والتعب أنهاكهم والمعنوياتهم في الحضيض، ولكن تفاجأ بوجود أشاوس أمامه، وتفاجأ بوجود كل مقاتل يساوي عشرات الآلاف من المقاتلين. نحن نتكلم بكل معنى الكلمة، جبهات يقوم بإدارتها عدد قليل من المجاهدين.